أقيم على مسرح المجاز في مدينة الشارقة مساء الخميس الأوبريت الغنائي وطن النور بمشاركة عدد من كبار الفنانين المحليين وحضور جماهيري كبير، احتفالا بذكرى قيام دولة الإمارات العربية المتحدة. المزيد في تقرير الزميل عطاء الدباغ. في عاصمة الثقافة الإسلامية احتفلت مدينة الشارقة بعيد دولة الإمارات العربية المتحدة 46 من خلال أوبريت وطن النور الذي زين مسرح المجاز بمشاركة نخبة من الفنانين الإماراتيين ووسط حضور كثيف من المواطنين والمقيمين وفي أجواء مفعمة بالفرح والسرور. مسي عليكم بالخير، أنا سعيد كثير بمشاركتي اليوم في احتفالات الدولة لليوم الوطني 46 وعلى مسرح المجاز في أوبريت وطن النور. أوبريت جميل جدا، تشرفت بالغناء من الكلمات والألحان الجميلة اللي فيه، وسعيد بمقابلة الجمهور الجميل الآن على مسرح المجاز. الإمارات دائما ما تصدر الحب والسلام، فإن شاء الله أن يلاقي الأوبريت استحسان الجمهور ويصل إلى ما يرقى إليه. وهنا في الشارقة اللجنة العليا المنظمة لفعاليات اليوم الوطني ارتأت بأن نعمل عمل كبير ضخم يعني يوافق ويناسب هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا، وأنا واحد معي الفنانين الآخرين نتشرف بأن نكون في أوبريت ضخم وكبير وطني مثل هذا الأوبريت وطن النور. أول شيء بحب أقول كل عام ودولة الإمارات العربية المتحدة بألف خير وصحة وسلامة. هذه العروس الجميلة التي تحتفل كل سنة بهذا العيد الوطني بالسلام والأمان. وقد شاهد مئات الزوار الأوبريت الضخم الذي يروي قصة قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في استعراضات ورقصات شعبية وتراثية شكلت مجموعة لوحات فنية رسمت مسيرة الاتحاد في الدولة بقيادة رئيسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. من على هذا المسرح انطلقت مشاعر الحب والوفاء احتفالا بعيد دولة الإمارات 46 ملحمة غنائية قدمها فنانون إماراتيون احتفاء بذكرى قيام الاتحاد وسط حالة من البهجة والفرح. عطاء الدباغ لأخبار الآن الشارقة.